طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. سيدنا محمد رحمة المهدات والنعمة المسداة، بعث الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شرح الله بصدوره عن عرب الأقول وفتح في قلوب الغلف وأعين العمي وآذان الصمم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قول عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار آنس من جانب طور مارا. وقلنا بعد أن تربى موسى عليه السلام، وهذا من حكمة الله عز وجل أن يهيئ موسى عليه السلام لأمر الجلل وله من الأهمية بمكانه، فكان أن الإلزام على موسى عليه السلام أن يمر بمراحل لا بد من داعي الله عز وجل، ومن يحمل هم الدين ومن كلف بالرسالة أن يكون صاحب همة عالية ولا تتغلب عليه المشاق. فبالحياة مرحلة الدعم والتدليل ورغد العيش في قصر فرعون، إلى المضاربة، إلى الغربة، إلى أن يتشرد عن قومه وعن أهل 10 سنوات. ثم يأتي التكليف من عند رب العالمين عز وجل: آنس من جانب طور نارا قال لأهل الكتب: إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار. وقفنا لما وصل موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن من الشجرة المباركة، سمع موسى عليه السلام بداية فترات الغيث الإلهي. كلام الله تبارك وتعالى يأتي بكل صوت وليس له اتجاه واحد، السكينة والوقار. فنادى الله عز وجل: يا موسى، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع ما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأول قطرات الغيث الإلهي يا موسى بداية قبل التلقي والأوامر والاستماع من كلام الله عز وجل. تأدب يا موسى، فأنت في حضرة الجلال والإكرام، اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك يا موسى واصطفيتك. وذكره الله عز وجل بملائكته ومن نعمه عليه: ألا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكان أول ما دعا الله عز وجل موسى إليه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وما كان هذا الإتجاه لجميع الأنبياء والرسل، حيثما بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم دعوا أقوامهم إلى أمر واحد لا ثمين. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح: أقوم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. دعوة الناس إلى التوحيد، الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى. ثم من باب الاستئناس يا إخوانا، أن موسى عليه السلام حتى يستأنس بربه سبحانه وتعالى تطعيبا لخاطره: لما أني اصطفيتك واخترتك فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا وقفة توحيد مباشرة دعوة إلى الصلاة. كثير من الناس يظن أن فريضة الصلاة قد فرضت فقط على هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ، وأن الصلاة قد فرضت على
نبي إلى نبي في دين واحد. ومن الخطأ الشائع عند أهل كثير من الناس ومن المفكرين حتى من أهل الاختصاص لما يقول الأديان السماوية في دين واحد، ولكن تختلف الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد وهو الإسلام. أو قبل ذلك إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ولآبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وعلى لسان سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن كذلك الصلاة كان لها شأن عظيم، تختلف من نبي إلى نبي ومن أمة على أمة. ولا في صحيح البخاري من سنة الحديث الطويل إلى الإسلام والمعراج، ما يستعذب السفير من دولة إلى دولة إلا إذا كان أمر جلل، أمر مهم جدا جدا. يستدعى السفير دولة من دولة في أمر جلل، أمر مهم جدا لا بد من حضوره شخصيا. فكان نداء رب العالمين أن يستدعى النبي عليه الصلاة والسلام، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حضرة القدسي. فكان أول ما فرض فرضت الصلاة ولم تفرض في الأرض على غير جميع الشرائع. كل الأنبياء كل الأمم السابقة فرضت عليهم الأرض، فرضت عليهم الصلاة ومع الأرض، إلا أمة النبي عليه الصلاة والسلام لجلالها وعظم قدرها. الله عز وجل استدعى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا بلحمه ودمه، ويسمع من أمين عوالي الله عز وجل. عرفوا لما رجع موسى عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ العلوي، التقى مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ما فرض الله عليه؟ قال فرض الله على أمة الصلاة. اشحال؟ قال 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام لنبي رحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. سقسيني أنا 50 صلاة على أمتي إن أمتك لا تطيق. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وطلب التخفيف من عند رب العالمين، وعند الله عز وجل لا يرد عز وجل أمر حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا تريد يا محمد؟ قال يا فجعلها الله عز وجل 40. ثم رجع يلتقي مع موسى عليه السلام مرة ثانية، قال ما فرض ربك؟ قال ترك ربي 40. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل 40 30 20 10، ثم فرض 5. فقال موسى عليه السلام ما فعل ربك؟ قال جعلها ربي 5. فقال يا موسى يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق. قال استحييت من ربك. فجعل الله عز وجل 5 في الأداء و50 في العجل. ولكن يا إخوان كيف حالنا؟ سليم ما يعرف اخترتك يا موسى اعبدني وعقل، ولم يقل عز وجل
وتعالى 5 مرات وتشكي إلى الله عز وجل. لذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفرائض قال لأصحاب أتيتكم بمفاتيح خزائن السماوات والأرض، أتيتكم بمفاتيح خزائن السماوات، واش تحتاج أخي المسلم عليك بالصلاة؟ تبرر بين يدي رب العالمين عز وجل. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو السجود. وذكر الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكان من هذه الأمة أن ترتقي بصلاتها وعلاقتها مع الله عز وجل، إصلاح الظاهر والباطن أيها الأحبة. فلا مقام للإنسان للعبادة دون الصلاة. إنسان تارك الصلاة والعياذ بالله جعل التشجيل والوعيد في تارك الصلاة والعياذ بالله، حتى ذهب مختلف أهل العلم جمهور أهل العلم وذهب بين تكفيره وعدم تكفيره، هل إقرارا بها أو جحودا بها؟ أما إذا كنت تارك الصلاة والعياذ بالله جعلت أكثر من ذلك وأقل في السهل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحارب تارك الصلاة. ولقد رأيت من يقول ابن مسعود يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين، هو مريض طريق الفراش ويتهادى بين الرجلين لاتيان به إلى المسجد خشية أن تضيع من التكبيرة الإحرام. ولكن حالنا يا إخوان دلالة على الأمة، لم تحكم على الأمة ولا على قرية ولا على حي في صلاحها وعدم صلاحهم. انظر إلى المسجد، شوف المسجد، وإذا أردت أن تمحص تمحيصا شديدا انظر إلى صلاتك في صلاة الصبح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وغالب المفسرين ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وأكثر ما يدخل على المنافق صلاة الصبح وصلاة العشاء. قد يضرب بعد صلاة العشاء يساهل 8 جلسات 7 جلسات. يا أخواني صلاة العشاء وقت النبي عليه الصلاة والسلام شيء يعني صلاتها مفتوحة والحمد لله. صلي المغرب ثم يرجع الدار تعيد عشاء، ولما يؤخر الليل باش ممتع الوحدة ولا زلت عن الليل وتجي تصلي صلاة العشاء اسمه قوة واجتهاد. فإذا أردت أن تحكم على طاعة واستقامة بدون صلاة تجي. وذهب مالك بن مغفول يقول لك الحمد لله أخي أنا ما نصليش بس عملت نوفرش أنا صالح أنا هاك بلا صلاة أنا هاك. علاش كثير من الناس في المسجد تلقى ينافق ويكذب ويصلي؟ هذا إسقاط باطل قياس مع الفارق. الله عز وجل سبحانه وتعالى تختلف درجات المصلين. وإذا قلنا فرق مقيم الصلاة وفرق المصلي، وأن تنتقل إلى درجة الصلاة الخشوع والخضوع فيها جهدك. وهذا بيت قصير. حتى لما قال حاتم العصر رحمه الله عند وضوئه قال: كيف تصلي يا حاتم؟ قال: أتوضع فأصبغ الوضوء ثم أكبر بتعظيم وأقرأ بترتيب. شوف يعني لما تكبر أكبر بتعظيم يا رب تركت جميع ما يشغلني عنك ولا أضع. وهذا معنى أن يرفع إنسان يديه حلو منكبيه الله أكبر، يا الله أكبر من جميع ما يشغله. حتى لما تسمع أذان الله أكبر الله أكبر اترك كل ما في يديك. ربي أكبر من مشاكل الدنيا وعلى أي حال أنت عليها أمر الله أكبر ولا بد أن يؤدى. الصحابة لما كان الفلاح يفلح في العرض بتاعه إذا المسحة بتاعه يعني رفع المسحة وسمع الله أكبر لا يردها، إذا عرض المسحة بعده قد كبر تلك الضربة على أمر الله تبارك وتعالى. فالله أكبر يا رب تركت جميع ما يشغلني عنك وراء ظهري وأقبلت إليك بقلبي وقالبي ظاهري وباطني أقرأ بترتيب. وكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إخوان أنه يقف على رؤوس الآية، رؤوس الآية آيات يقف عندها النبي عليه الصلاة
إذا وجد من نعيم الجنة سأل الله عز وجل من نعيم الجنة، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ الله عز وجل من عذاب جهنم. ثم في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح لما دخل ابن مسعود في ليلة من الليالي في قيام الليل وكانت خصم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: صليت من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فابتدع وفي رواية فابتدر صورة البقرة وصلى وراءها ابن مسعود. وبهذا الشكل يقرأ ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوانا أرجوكم. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلوك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيبا